إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. حنا كنتواجدوا بأعلى صومعة هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء وهي صومعة مسجد الحسن الثاني، والمناسبة هي بداية مراقبة دخول شهر شوال، فالله يدخل علينا بالصحة والعافية وطول العمر متابعينا الكرام. والإشارة فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ببلاغ لها أعلنت أنه ابتداء من يوم الخميس غادي تبدأ عملية مراقبة دخول هلال شهر شوال الفاضل متابعينا الكرام. وبطبيعة الحال في هذه الأجواء وحنا ننتظر يعني أننا نشوف واش غادي تثبت رؤية دخول هلال شهر شوال إن شاء الله من عدمه. متابعينا الكرام قوم معنا من خلال هذا البث المباشر اللي من خلاله يعني غادي ننقل لكم أطوار عملية مراقبة هلال شهر شوال إن شاء الله متابعينا الكرام. إذا هذه الأجواء وهكذا يعني تبدو سماء مدينة تطوان تزامنا مع هذه اللحظة ديال غروب الشمس، باش أننا نشوفوا اللحظة ديال ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. وللإشارة فكين يعني جوج ديال الأشخاص اللي كيمثلوا المحكمة، يعني قاضي وكذلك مندوب ديال وزارة الأوقاف اللي هما هنايا بالصدد مراقبة يعني ثبوت هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. وللإشارة فالمغرب يعني الطريقة ديالو ديال مراقبة يعني دخول شهر رمضان وكذلك عيد الفطر، فهو يعد من أحسن الطرق على المستوى ديال العالم الإسلامي والعربي، فهو كيعتمد على مستوى المملكة على أكثر من 270 نقطة يعني موزعة على طول التراب المغربي، وكيتم يعني ملء ثمارة فيها أجوبة من طرف يعني الأشخاص اللي كيتم تعيينهم على مستوى جميع النقط ديال 270 نقطة على مستوى تراب المملكة متابعينا الكرام، لمعرفة يعني هل تم فعلا ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. بالإضافة هذا فطبيعة الحال فهاد الثمارات فهما يرفعون على شكل تقرير، بالإضافة إلى تقرير آخر تتولاه يعني القوات المسلحة الملكية متابعينا الكرام، بالإضافة إلى علم الفلك. يعني المغرب كما قلنا متابعينا الكرام فهو يعد من أنجح الدول العربية وكذلك في العالم الإسلامي من حيث مراقبة الهلال متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تيفي، حنا اليوم يعني بأعلى صومعة هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء وهو مسجد الحسن الثاني. وللإشارة فمسجد الحسن الثاني فتم البناء ديالو سنة 1973 ويعد من أكبر المساجد هنا بمدينة تطوان، ويوجد بالجنوب الغربي من ساحة مولاي المهدي ويبعد عن ساحة مولاي المهدي بحوالي 100 متر متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تيفي بقاو معنا من خلال هذا البث المباشر باش نشوفوا هذه عملية يعني مراقبة دخول هلال شهر شوال من عدمه إن شاء الله. فيعني غادي نشوفوا من خلال هذا البث المباشر هل فعلا سيكون يوم غد هو أول أيام عيد الفطر وأول أيام شهر شوال، أم أنه غادي يكون يوم السبت إن شاء الله. إذا بقاو معنا متابعينا الكرام، كما قلت فقناة شوف تيفي هي من قلب يعني الحدث ودائما تكون سباقة متابعينا الكرام، فبقاو معنا من خلال هذا البث المباشر باش نشوفوا يعني هل فعلا اليوم يعني هل فعلا اليوم غادي يثبت رؤية هلال شهر شوال من عدمه، وبالتالي هل سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد يعني يوم الجمعة أم يوم السبت متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء ولحدود الآن لازلنا نراقب هل فعلا يعني غدا سيكون أول يعني أيام عيد الفطر السعيد، فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالإسلام والسلام متابعينا الكرام. إذا كما قلنا متتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء وهكذا تبدو سماء مدينة تطوان خلال هذا اليوم 29 من رمضان المعظم متابعينا الكرام.
طبيعة الحال فهذه العملية اللي كتسهر عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متابعينا الكرام من خلال تخصيص 270 نقطة موزعة على طول المملكة متابعينا الكرام، وللإشارة ففي بلاغ لها خاص بوزارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي تم التعميم ديالو على مختلف 270 نقطة منتشرة على طول المملكة متابعينا الكرام. يعني اليوم يعني مساء هذا اليوم غادي تبدأ عملية مراقبة هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. بقوا معنا متابعينا الكرام باش نشوفوا واش فعلا يعني يوم غد هو أول يوم من عيد الفطر السعيد أم أنه غادي يكون يوم السبت. الله يدخلوا لنا الصحة والرحمة والمغفرة متابعينا الكرام، والله يجعل هذا الشهر هذا شهر يعني العتق من النار بالنسبة للمسلمين جميعا متابعينا الكرام. إذن كما قلنا متابعينا الكرام ففي هذه اللحظات من خلال هذا البث المباشر فلازلنا يعني ننتظر يعني ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه. وكما قلنا فالمغرب يعني الطريقة دياله يعني من خلال مراقبة هلال شهر شوال وكذلك باقي الأعياد الدينية والأشهر الهجرية، فدائما يعني على طول 30 سنة يعني منذ اعتماد هذه الطريقة ديال رؤية الهلال أو مراقبة دخول هلال شهر شوال وباقي الأشهر العربية متابعينا الكرام، فدائما الطريقة ديالو هي تعد الأنجح على مستوى العالم الإسلامي والعربي متابعينا الكرام. وللإشارة في المغرب يعتمد على أكثر يعني يعتمد على 270 نقطة ديال المراقبة، وكيتم من خلال هذه النقطة دي رفع تقرير مكتوب إلى جانب تقرير آخر يعني كترفعه القوات المسلحة متابعينا الكرام، وكذلك تقرير آخر يعني، وبالتالي يتم الجزم هل فعلا سيكون دخول شهر شوال من عدم. إذا متابعينا الكرام لازلنا يعني نراقب وننقل لكم عملية مراقبة دخول شهر شوال لسنة 1444 هجرية من عدمه. وحنا كنتواجدوا متابعينا الكرام بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني اللي كيتوجد بوسط الحمامة البيضاء. وللإشارة في هذا المسجد اللي تم البناء ديالو سنة 1973 ويعد من أكبر المساجد هنا بمدينة تطوان متابعينا الكرام. للإشارة في مجموعة من الدول الأوروبية وكذلك العربية فهي علنت بأنه ابتداء من غد غادي يكون أول أيام عيد الفطر السعيد. فقبل قليل فيعني تم الإعلان بإسبانيا أن أولى أيام عيد الفطر هي كما قلنا متابعينا الكرام فأول أيام عيد الفطر بالنسبة لدولة إسبانيا فهي يعني ابتداء من يوم غد الجمعة متابعينا الكرام. إذا المتابعين الكرام لازلنا في هذا البث المباشر يعني نحاول يعني أن نقربكم أكثر من عملية مراقبة هلال شهر رمضان عفوا شهر شوال لسنة 1444 من عدمه. كما قلنا متابعينا الكرام فإحنا كنتواجدوا بأعلى نقطة على مستوى مدينة تطوان هنا بصومعة مسجد الحسن الثاني الذي يتوسط مدينة تطوان، هو كيتوجد بالضبط
على بعد تقريبا 100 متر من ساحة مولاي المهدي متابعينا الكرام. إذا متتبع قناة شوف تي في لازلنا لحدود الساعة ننتظر هل فعلا يعني غدا سيكون أول أيام عيد الفطر لسنة 1444 هجرية أم أن يوم السبت هو سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. إذا لحدود الآن متابعينا الكرام لازلنا نراقب هل فعلا سيكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة أم يوم السبت متابعينا الكرام. إذا هذه عملية مراقبة الهلال والإشارة فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهي عممت يعني من خلال بلاغ لها تم توزيع على مختلف النقاط اللي غادي يتم فيها مراقبة يعني هلال شهر شوال على 270 نقطة يعني ابتداء من هذا اليوم يوم الخميس يعني 29 من رمضان المعظم متابعينا الكرام. كما قلنا في مجموعة من الدول العربية والإسلامية وكذلك الأوروبية فهي علنت على عن دخول يعني شهر شوال يوم غد الجمعة متابعينا الكرام. إذا كما قلنا متابعينا الكرام فلا زالت عملية مراقبة ثبوت هلال شهر شوال من عدمه لا زالت مستمرة هنا بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني هنا بمدينة تطوان أو مسجد أو جامع الملك كما يحلو للتطوانيين تسميتها متابعينا الكرام. فابقوا معنا متابعينا الكرام باش نعرفوا واش يعني أول أيام عيد الفطر ستكون يوم الجمعة أم يوم السبت متابعينا الكرام. يعني إذا كان يوم الجمعة فغادي يكون يعني والآن كما كتسمعونا هذا أذان المغرب. بقاو معنا متابعينا الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
مستاذ. لا لا اعطيني لا لا باقي لا باقي صافي دوق انا ما نعيط لهم دوق هذا ما نقول لهم دوق ثم يا انا رايح السلام عليكم. شوف هو يسمي ثم عرفت مرد عمي. بس على ذيك الباب واجيب له الفطور قدامي ما. إذا متابعينا الكرام عدنا إليكم من جديد من خلال هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. لازالت عملية مراقبة يعني ثبوت هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية مستمرة، ولحدود الآن يعني لازلنا يعني ننتظر هل فعلا يعني يوم عيد الفطر السعيد سيكون غدا أم يوم السبت إن شاء الله. إذا متابعينا الكرام كما قلنا فاليوم حنا كنتواجدوا على مستوى أعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني هنا بمدينة تطوان. طبيعة الحال فقناة شوف تيفي قناة الشعب دائما حاضرة في جميع المحطات، واليوم يعني من قلب الحدث فاليوم حنايا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء كما قلنا متابعينا الكرام. فحنا كنتواجدوا هنايا بأعلى نقطة هنا بالحمامة البيضاء. طبيعة الحال اليوم يعني جينا باش اننا نقوم بتغطية حدث عملية مراقبة هلال شهر شوال ان شاء الله. وطبيعة الحال فلي حدود الان لازال ننتظر هل فعلا سيكون اولى ايام عيد الفطر السعيد غدا الجمعة ام يوم السبت ان شاء الله. هذا طبيعة الحال في إطار العملية اللي كتقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى مجموعة من النقط الموزعة على ربوع المملكة، هي أكثر من 270 نقطة، وبالتالي فكيتم يعني مل يعني استمارة يتم رفعه على شكل التقرير إلى الجهات الوصية، بالإضافة إلى تقرير آخر ترفعه يعني القوات المسلحة الملكية، ومن ثم يتم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. وكما قلنا في مجموعة من الدول الإسلامية والأوروبية فهي أعلنت بأنه ابتداء من غد الجمعة وأيام أولى أيام عيد الفطر لسنة 1444 هجرية. فيعني قبل قليل أعلنت يعني دولة إسبانيا بأنه ابتداء من يوم الجمعة سيكون أولى أيام عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. إذا متتبع قناة شوف تيفي لازلنا يعني في قلب الحدث هنا بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني. ننتظر هل فعلا يعني ابتداء من يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد أم أن يعني أولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون يوم غد بعد يوم غد السبت متابعينا الكرام. فاللهم أهل علينا باليمن والإيمان وبالسلم والسلام ربي وربك الله. هذا الدعاء الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد دخول عيد الفطر السعيد. الحمد لله.
كما قلنا متابعينا الكرام، فلازلنا في هذه عملية مراقبة هلال شهر رمضان المعظم هنا مباشرة من أعلى نقطة هنا بالحمامة البيضاء، وهي صومعة مسجد الحسن الثاني التي دأبت يعني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هنا بمدينة تطوان، أنها يعني من خلال هذه النقطة هذه أنها تراقب يعني هلال شهر شوال، يعني دخوله من عدمه. والحدود الآن يعني زلزلت عملية مراقبة هلال شهر شوال مستمرة لمعرفة هل أولى أيام عيد الفطر السعيد لسنة 1444 هجرية هي يوم الجمعة أم يوم السبت متابعينا الكرام. إذا كما قلت متتبعينا الكرام، فلازلنا في عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية، يعني العملية لازالت مستمرة ولحدود الآن يعني لم يتم الإعلان بعد بشكل رسمي هل يعني عيد الفطر السعيد هو يوم غد الجمعة أم يوم السبت. بقوا معنا من خلال هذا المباشر لمعرفة يعني هل سيكون عيد الفطر السعيد يوم يعني الجمعة أم يوم السبت متابعينا الكرام. كما قلت فهذه العملية ديال مراقبة يعني دخول شهر شوال فهي يعني معممة على مجموعة من النقاط بالمملكة المغربية، يعني 270 نقطة متابعينا الكرام موزعة على طول التراب الوطني. وللإشارة في عملية مراقبة دخول شهر شوال وباقي الأشهر العربية متابعينا الكرام، فالمغرب يعتمد يعني على طريقة تعد من أنجح الطرق على مستوى العالم العربي والإسلامي متابعينا الكرام، فهي مراقبة دقيقة. وبالتالي في مجموعة من الدول فهي بدأت تعتمد على الطريقة اللي يعني يعتمدها المغرب في مراقبة دخول هلال شهر شوال وباقي الأشهر العربية. كما قلنا في مجموعة من الدول العربية والأوروبية فهي أعلنت يعني أن أولى أيام عيد الفطر بالنسبة لها سيكون يوم غد الجمعة. وقبل قليل ففي بيان يعني للجهات داخل دولة إسبانيا فتم الإعلان أن أولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون ابتداء من غد الجمعة. بطبيعة الحال متابعينا الكرام، فيعني كل ما يعني الشمس غربت شوية فيعني كما قلنا متابعينا الكرام، فما كل ما غربت الشمس وإلا كي يعني كيبدأ يعني الرؤية للهلال تتضح أكثر وأكثر، ولحدود الآن يعني بقي ما ظهرش الهلال وبقي يعني ما عرفناش هل فعلا يعني سيكون يعني أولى أيام عيد الفطر السعيد ابتداء من غد الجمعة أم يوم السبت يعني بعد غد.
والإشارة فاليوم الخميس هو 29 من رمضان المعظم، فإذا كان يعني عيد الفطر السعيد ابتداء من يوم غد فما غادي يكونش يعني الشهر مكمول، وإذا كان يعني يوم السبت فغادي يكون شهر رمضان كامل أيامه متابعينا الكرام. إذا كما قلنا متابعينا الكرام ففي هذه اللحظات فهي اللحظات الحاسمة من أجل يعني التأكيد هل فعلا يعني تمت رؤية هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. إذا بقوا معنا باش يعني نجيبوا الخبر اليقين متابعينا الكرام، هل فعلا يعني يوم غد هو عيد الفطر أم يوم السبت يعني بعد يوم غد متابعينا الكرام؟ فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فإلى حدود الآن يعني حسب العين المجردة فلا يوجد هلال متابعينا الكرام، ولكن بقوا معنا من خلال هذا البث المباشر باش نأكدوا أو ننفيوا يعني باش يكون عندنا الخبر اليقين متابعينا الكرام. كما قلنا في هذه اللحظات فهي حاسمة بالنسبة للتأكيد يعني لرؤية هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام، فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر. ياسمين على عروشها ثقيلة. هذه اللحظة هذه كيف قلتي يعني حاسمة في الرؤية. أبي نشوف شي حاجة زائدة في السماء ديالنا كيفاش. هذا أما اللي كنحني نهائيا ما غيظهر شي، لأن هذيك السحابة هذيك كثيفة اللي هي على، ولكن إلا طلعنا في التلتة مزيان. صح. مغرب كبير الحمد لله. صح. يمكن نسافر السفينه. واخا. اذا متابعينا الكرام من خلال هذا البث المباشر فاحنا حاولنا اننا ننقل لكم يعني عمليه مراقبه هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية ولحدود الآن، فحسب يعني القيمين والناس اللي مكلفين برؤية هلال شهر شوال على مستوى نقطة مدينة تطوان من أعلى نقطة هنا بصومعة مسجد الحسن الثاني، فلحدود الآن فهم كيأكدوا بأنه لم تتم يعني رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية بالعين المجردة. وهذه اللحظات كما قلنا في هذا التوقيت بالضبط فهي يعني لحظات حاسمة وكتبين واش فعلا يعني ظهر هلال شهر شوال من عدمه متابعينا الكرام. كما قلت كما جعل لسان يعني متابعينا الكرام فلم تتم هنا على مستوى نقطة مدينة تطوان يعني رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية متابعينا الكرام. إذن غالبا سيكون عيد الفطر السعيد لسنة 1444 هجرية هو يوم السبت، وبالتالي سيكون هذا الشهر الفاضل يعني قد أكمل 30 يوما بالتمام والكمال، فاللهم أهله علينا بالسلام والإسلام وباليمن والإيمان ربي وربك الله. فهذا هو الحديث أو الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله كلما أهل علينا يعني شهر شوال وأولى أيام عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب بالنسبة لنقطة مدينة تطوان كما قلنا فلم يظهر فيها أو لم يثبت فيها رؤية هلال شهر شوال متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الاسم الكريم ديالكم نادي الزناجي عاد هذا بخرا وديك السلعه العرو كان عادل معاك جوج العدل.
وانا من ديال الفرقه من ديال الاسم ديالك منتوما انا الشيخ بوحدي وشفتيه شفتي يعني كم الله الله يحفظك شكرا الله شكرا الله. امين الله يحفظك تحياتي ويلا هادو هاد الدروج باش دعاء هاد الدروج لا 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 غا هاود غا هاود انت وانا باقي لا 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 غا هاود انا باقي شويه المتابعين معايا مع الاخر دابا هذه الرؤيا يعني شي 25 دقيقه دابا صحيح 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 اذا كما قلنا متابعينا الكرام فيعني حسب نقطه يعني المراقبه بالنسبه لمدينه تطوان يعني وحسب يعني اللجنه المكلفه هنا بمدينه تطوان بمراقبه هلال شهر شهر شوال يعني هل فعلا يعني يعني غدا سيكون شهر رمضان شهر شوال من عدمه ف يعني على مستوى نقطه مدينه تطوان فلحدود الان يعني وحسب يعني اللجنة المكلفة بمراقبة هلال شهر شوال فلم يثبت رؤية شهر شوال هنا على مستوى نقطة مدينة تطوان وحنا كنتواجدوا بأعلى نقطة هنا على مستوى الحمامة البيضاء وهي صومعة مسجد الحسن الثاني متابعينا الكرام وبذلك سيكون عيد الفطر يعني غالبا سيكون يوم السبت يعني بعد غد متابعينا الكرام وبالتالي سيكون عيد الفطر يعني لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية هو يوم السبت متابعينا الكرام وبالتالي سيكون هذا الشهر الفاضل قد أتمم يعني بالتمام والكمال 30 يوما متابعينا الكرام كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في ف يعني حسب يعني يعني المجموعة من الدول العربية والإسلامية فهي أعلنت على أنه أولى أيام عيد الفطر السعيد كإسبانيا وكذلك مصر ومجموعة من الدول العربية هو يوم الجمعة بالنسبة للمغرب فغادي يكون عيد الفطر السعيد أو أولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت متابعينا الكرام كما قلنا فاليوم على مستوى نقطة مراقبة يعني مدينة تطوان فلم يثبت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية متابعينا الكرام كما قلنا فقبل اللحظات يعني كانت اللحظات الحاسمة هل فعلا يعني سيظهر هلال شهر شوال من عدمه وبالتالي فحسب نقطة مدينة تطوان لحدود الآن يعني ما بنش هلال شهر شوال وبالتالي فأولى أيام عيد الفطر ستكون يوم السبت متابعينا الكرام فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلم والإسلام ربي وربك الله هكذا كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد دخول أولى أيام عيد الفطر السعيد فالله يجعل المغرب ديالنا الحبيب ينعم بالأمن والأمان والله يرزقنا الصحة والعافية والله يألف بين القلوب ونتمنى أن هذا الشهر الفاضل متابعينا الكرام متابعي قناة شفتي بقناة الشعب أنه يكون شهر ديال التآزر شهر ديال التلاحم شهر ديال صلة الرحم شهر لوضع حد للخصومات شهر للصدقات شهر للتقرب من الله عز وجل شهر لكتابة لتلاوة القرآن الكريم يعني شهر العتق من النار وشهر البداية خير شهر يعني كل ما هو جميل متابعينا الكرام هذا ما نتمناه لكم كما قلت متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب
فدائما شفتيفي دائما في قلب الحدث، ودائما يعني كتبغي انها يعني من خلال المواضيع ديالها اللي كتناولها من خلال المباشرات ديالها انها تكون دائما سباقه للاحداث، انها دائما يعني تلبي يعني عن ما يبحثوا عنه متابعيها. اللي الحمد لله فالمشاهدات ديال قناه شفتيفي قناه الشعب، حنا دائما كنعتبروا قناه شفتيفي هي القناه ديال المتابعين، قناه ديال الشعب، والقناه اللي كتحاول انها يعني تناول المواضيع اللي مجموعه من المنابر اللي ما كتقدرش تتناولهم، باستثناء قناه شوف تيفي اللي كما كنقولوا دائما هي قناه الشعب وغادي تبقى قناه الشعب. وكل ما يعني بالمتابعه ديالكم كل ما هذه القناه غادي تبقى قائمه، ونتمنوا للمتابعين ديالنا سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن شوف تيفي. فمن خلال هذا البث المباشر فحاولنا اننا نقربكم اكثر من عمليه مراقبه هلال شهر رمضان المعظم، عفوا شهر شوال. وللاشاره فحسب اللجنه اللي كانت اليوم هنايا اللي مكلفه بمراقبه هلال شهر شوال هنا بنقطه مدينه تطوان الى جانب باقي النقط، يعني كاين حوالي 270 نقطه موزعه على جميع تراب المملكه، بالاضافه الى يعني العمليه اللي كتقوم بها القوات المسلحه الملكيه. فبالنسبة لنقطة مدينة تطوان متابعينا الكرام كما قلنا، فهنا بنقطة مدينة تطوان لم يثبت رؤية هلال شهر شوال هنا بمدينة تطوان يومه الخميس، وبالتالي فأولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت بعد يعني يوم غد الجمعة، وبالتالي فهذا الشهر سيكمل يعني أيامه بالتمام والكمام وهي 30 يوما متابعينا الكرام. فالله يدخل يعني هذا العيد السعيد علينا بالخير والرحمة والمغفرة وطول العمر إن شاء الله متابعينا الكرام. إذن كما قلنا متابعينا الكرام من خلال هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان، ف يعني حاولنا أننا نقربكم من عملية مراقبة يعني هلال شهر شوال لسنة 1444 ميلادية 2023 ميلادية متابعينا الكرام. يعني يمكن نقول بأن النقطة ديال مدينة تطوان يعني لم يثبت فيها رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي فأولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت أي بعد غد الجمعة متابعينا الكرام. إذا المتتبعي قناة شوف تيفي كما قلنا فمن خلال يعني تغطيتنا لحدث عملية مراقبة هلال شهر شوال هنا بنقطة مدينة تطوان، حنا كنتواجدوا بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني. يعني لم يتم يعني هنا من هذه النقطة حسب يعني اللجنة المكلفة بمراقبة هلال شهر شوال لم يثبت رؤية هذا الشهر الفاضل هنا بنقطة مدينة تطوان. وكما قلنا فهذه النقطة يعني هي إلى جانب النقط الأخرى الموزعة على جميع تراب المملكة، والبالغ العدد ديالها 270 نقطة. وللإشارة فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها عممته على جميع تراب المملكة أنه ابتداء من يعني هذا اليوم يوم الخميس يعني ستتم مراقبة هلال شهر رمضان. وللإشارة فإحنا هنا اللي كنت وجدوا بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان على مستوى مسجد الحسن الثاني، وللإشارة فمسجد الحسن الثاني يعد يعني من أكبر المساجد هنا بمدينة تطوان اللي تم البناء دياله سنة 1973، هو يوجد بجهة الجنوب الغربي لساحة مولاي المهدي ويبعد عن ساحة مولاي المهدي بحوالي 100 متر
وهذه الصومعة اللي كنتواجدوا بها هي أعلى نقطة وأعلى صومعة يعني بالنسبة للمساجد مدينة تطوان، والإشارة في مدينة تطوان يعني من حيث عدد المساجد تعد يعني المدينة الأولى، أعتقد بأنها الأولى عالميا من حيث عدد المساجد. فما بين كل حي وحي إلا وتجد مسجد، ويعني وتقدر يعني حي اللي هو صغير تقدر تجبر فيه جوج حتى ثلاثة ديال المساجد، لما لا والمدينة العتيقة كلها مساجد متابعينا الكرام. إذا كما قلنا متتبعي قناة شوف تيبي من خلال هذا البث المباشر اللي يعني قناة شوف تيبي قناة الشعفية كانت يعني في قلب الحدث لمراقبة هلال شهر الشوال، يعني دخوله من عدمه بطبيعة الحال. فاليوم كانت اللجنة هنا لمراقبة الهلال، وبطبيعة الحال فلم يتبين لها من هذه النقطة يعني رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي فأولى أيام شهر رمضان عفوا شهر شوال أو أولى أيام يعني عيد الفطر السعيد ستكون يوم السبت أي بعد غد الجمعة متابعينا الكرام. فالله يدخلوا علينا بالصحة والعافية وطول العمر، والله يجعل البلد ديالنا آمنا مستقرا إن شاء الله، ونتمنوا الخير للجميع كما كنتمنوا كذلك أنه يدخل بالصحة والعافية على الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فهذه الجالية المقيمة بالخارج فهي يعني تعطي صورة جيدة على المغرب، فنتمنى لهم الخير ونتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم أنهم إن شاء الله خلال هذا الصيف أنهم يرجعوا للوطن ديالهم متابعينا الكرام. إذا المتتبع قناة شوف تيبي يمكن نقول بأن أولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت إن شاء الله بالمغرب، فهنا بنقطة يعني مدينة تطوان فلم يتبين رؤية هلال شهر رمضان عفوا شهر شوال لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية متابعينا الكرام. إذا كما قلنا متابعينا الكرام، فبالنسبة لمدينة تطوان أو بالنسبة للنقطة اللي كنتواجدوا بها وهي صومعة مسجد الحسن الثاني هنا بمدينة تطوان، وحسب يعني اللجنة اللي كانت هنا مشرفة على عملية يعني مراقبة هلال شهر رمضان فلم يتبين لها رؤية هلال شهر رمضان متابعينا الكرام. إذن أولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تيبي أولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت يعني بعد غد الجمعة، فالله يدخل علينا بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله.
إذا كما قلنا متابعينا الكرام، فحسب يعني اللجنة اللي كانت مكلفة بمراقبة هلال شهر شوال متابعينا الكرام، فأولى يعني أيام عيد الفطر السعيد فغادي تكون يوم السبت، لأنه من نقطة مدينة تطوان فلم يتبين لها رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية متابعينا الكرام. إذن أولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون يوم السبت بحول الله متابعينا الكرام. كما قلنا متابعينا الكرام، فهذا الشهر الفاضل سيكون قد أتم يعني 30 يوما بالتمام والكمال، وبالتالي فأولى أيام عيد الفطر ستكون يوم السبت أي غدا بعد يوم أي بعد غد الجمعة متابعينا الكرام. إذن كما قلنا متابعينا الكرام، فهنا بنقطة مراقبة هلال شهر شوال هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء على مستوى صومعة مسجد الحسن الثاني، فلم يتبين للجنة المكلفة بمراقبة هلال شهر شوال رؤية الهلال، وبالتالي فيوم السبت هو أولى أيام عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. كما قلنا متابعينا الكرام، فمن خلال بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فاليوم يعني مساء هذا اليوم فبدأت عملية مراقبة هلال شهر شوال على مستوى يعني مجموعة من النقاط التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلفا، وهي 270 نقطة، واليوم حنايا كنا متواجدين بالنقطة على مستوى يعني صومعة مسجد الحسن الثاني الذي يعد أعلى نقطة هنا على مستوى مدينة تطوان. وللإشارة فاللجنة اللي يعني تم تكليفها بمراقبة هلال شهر شوال فلم يتبين لها يعني رؤية شهر شوال يومه أو مساء هذا اليوم الخميس، وبالتالي فأولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون يوم السبت أي بعد غد يوم الجمعة، وبالتالي هذا الشهر سيكون قد أتم 30 يوما بالتمام والكمال متابعينا الكرام. فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلم والإسلام، ربي وربك الله. إذن متابعينا الكرام، على مستوى نقطة مدينة تطوان فلم يتبين رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444-2023 ميلادية، يعني لم يتبين رؤية الهلال بالنسبة للجنة المكلفة بمراقبة هلال شهر شوال على مستوى مدينة تطوان، وبالضبط بأعلى نقطة هنا بمدينة تطوان وهي صومعة مسجد الحسن الثاني. وكما قلنا فكين 270 نقطة موزعة على تراب المملكة المغربية، بالإضافة إلى يعني المراقبة اللي كتقوم بها القوات المسلحة
الملكيه. اذا مدينه تطوان لم يعني اللجنه المكلفه ومن هذه النقطه اللي كانت واجدوا فيها لم يثبت فيها رؤيه هلال شهر شوال المعظم. متابعينا الكرام، اذا متابعينا الكرام يوم السبت هو اولى ايام عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام، والله يجعلوا يعني عيد التآزر، عيد الرحمة، عيد الرقي، عيد الازدهار، والله يجعل بلدنا الحبيب بلد الأمن والسلم والسلام، ونتمنى أن يعم الخير بيننا ويرجع الود وترجع ذاك الحميمية بين الأسر، إن شاء الله نحاول نتغلبوا على جميع المشاكل، واللي في نيته شي حاجة الله يرزقوا بها، هذا ما نتمنى. كما نتمنى للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا وأن مجموعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج فهي غادي تحتفل بعيد الفطر السعيد ابتداء من غد الجمعة، فالله يدخل عليهم بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. والله كما قلنا الله يجمعنا، سواء بالنسبه للمغاربه اللي كيتوجدوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. متابعينا الكرام، اذا كما قلنا متابعينا الكرام، فقناه شوف تيفي قناه الشعب دائما في قلب الحدث، واليوم يعني كانت في قلب الحدث من خلال مراقبه هلال شهر شوال لسنه 1444 هجريه 2023 ميلادية، هنا من أعلى نقطة هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء ببنت غرناطة كما يحلو لبعض المؤرخين وكتاب التاريخ تسميتها. احنا اليوم كنا موجودين يعني بصومعة مسجد الحسن الثاني، هذا المسجد الذي يعد من اكبر المساجد هنا بمدينة تطوان، واللي تم البناء ديالو كما قلنا متابعينا الكرام سنة 1973، وهو يعني يوجد في القلب النابض لمدينة تطوان، يعني على مقربة من ساحة مولاي المهدي بحوالي 100 متر. وكما قلنا متابعينا الكرام، فهذا النقطة وحسب اللجنة اللي كانت حاضرة هنا واللي تم التكليف ديالها باش أنها تراقب هلال شهر شوال، فلم يتبين لها رؤية هلال شهر شوال من النقطة الخاصة بهذه العملية ديال مراقبة هلال شهر شوال هنا بمدينة تطوان. متابعينا الكرام، إذا الشهر أو شهر شوال وأولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون يوم السبت متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، نتمنى لكم عيدا سعيدا إن شاء الله، كله خير، كله محبة، كله إيخاء، كله سعادة، كله ازدهار، كله رقي، كله أمن وسلام إن شاء الله. إذن كما قلنا متابعينا الكرام، بالنسبة للنقطة التي تمت فيها مراقبة هلال شهر شوال هنا بمدينة تطوان، فاللجنة المكلفة بمراقبة هلال شهر شوال لم يتبين لها ثبوت رؤية شهر شوال لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية. إذا أولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون إن شاء الله يوم السبت متابعينا الكرام، فالله يدخل علينا بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. كما قلنا في مجموعة من الدول الأوروبية اللي كيقطنوها مجموعة من الجالية المغربية، فهم ابتداء من يوم غد الجمعة سيكون أولى أيام عيد الفطر السعيد بالنسبة لهم، فالله يدخل عليهم الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله، والله يجمع الشمل ديالهم بوليداتهم إن شاء الله وبالأهل ديالهم. متابعينا الكرام،
كما قلنا متابعينا الكرام، يعني قبل يعني أذان مغرب اليوم 29 من رمضان، فقناة شوف تي في قناة الشعب كانت حاضرة من أجل أنها تنقل لكم يعني عملية مراقبة هلال شهر رمضان المعظم هنا من أعلى نقطة هنا بمدينة تطوان، إلى جانب يعني اللجنة اللي تم التكليف ديالها هنا بنقطة مراقبة متابعينا الكرام بنقطة مراقبة هلال شهر شوال هنا بمدينة تطوان، فهي لم يتبين لها يعني ثبوت رؤية شهر شوال هنا بنقطة مدينة تطوان بالحمامة البيضاء، وللإشارة فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال بلاغ لها عممته على مجموعة من النقاط يعني 270 نقطة من أجل يعني أنه يعني عشية هذا اليوم أنها تبدأ يعني عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية يعني مدينة تطوان. اللجنة لم يتبين لها ثبوت رؤية شهر شوال، يعني أن هذا الشهر الفاضل سيتم يعني 30 يوما بالتمام والكمال، يعني هذا الشهر غادي يكون فيه 30 يوم بالتمام والكمال ديال شهر رمضان المعظم لسنة 2023 1444 هجرية متابعينا الكرام، وأولى أيام عيد الفطر السعيد ستكون يوم السبت يعني بعد غد الجمعة متابعينا الكرام. إذا متتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب، نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا، ونتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية وطول العمر، والله يدخل علينا هذا العيد بالصحة والعافية وطول العمر. إذا متابعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولى أيام عيد الفطر السعيد هو يوم السبت إن شاء الله.